أنت أخويا المغاربة كتعرضوا للعنف والعنصرية من طرف هاد البوليس السلوفاكي، بغينا نقطعوا ما عندناش غير بغينا نقطعوا الهنغارية، وما عرفتش نهضروا الجزائر معاهم في الهضرة، وأنت كيضربوا فيهم من الصباح هما كيضربوا فيهم، ها هما شو كيف يديروا لهم الطريقة ديالهم، حشومة هادشي والله يجي حشومة وعيب، شو كيف تيدير ليه شو. هادي السفارة قالت غنتكلم بكم وغندير لكم كل شيء، أنت شوف واش كيديروا لهم شوف. شو مو عيب.